بقاوح. بصوا بقى، انا مش بقاوح ولا عندي علم اكتر من اي حد، انا زي اي مهندس، لكن انا بمشي بالورقة والكتاب زي ما اتعلمنا، وهو ده اللي بيخليني ان انا ناجح ومحدش بيقاوحني. هقول لكم على حاجة، احنا شفنا في المعاينة دي شوية حاجات هما بيقاوحوا بيقولوا لا، وجايبين واحد بيقاوح. تعالوا اوريها لكم كده مبدئيا، شرخ زي ده كده، خش بقى في الشرخ يا امام، تعالى بقى كده، تعالي 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 تعالي، وريهم الشرخ ده عامل ازاي. بص هنا في السلم في شرخ اهوت، شروخ هيت بالعرض، طبعا هم عشان مشطبين بتشطيب فيه الوان كتيره، فمش واضح فيه ايه المشاكل. بصوا برضو في السلم فوق، اهو طبعا احنا هنكشف بقى. هم راحوا طبعا يجيبوا عدة، هم طبعا راحوا يجيبوا عدة عشان يكشفوا نشوف ايه المشاكل دي. مش هقول لكم عليها عشان انا ما بقولش ده ايه الا لما بتأكد، فكلنا نتأكد مع بعضينا وبعدين نقول ايه المشكلة دي. خليكم معايا لاخر الحلقة. طبعا طبعا اللي بيتابع كل حلقاتي هقول له ده ايه، وهو يكتب لي في التعليق تحت ده ايه وده ايه اللي بارز بعد العمود اهو، وده بارز بعد العمود، وفي شرخ هنا وفي شرخ هنا. لا هم يكتبوا في التعليق اللي بيتابعني باستمرار وعايز اعرف الناس استفادت مني ولا لا. شوفوا برضو هنا في شرخ فين اهو، شايفينه اهو اهو، ده شرخ برضو. نقفل ونطلع بره نشوف برضو الشروخ دي فين، فين تاني. تعالوا بره وتراك تحت تقريبا ضعف في الشوك او حاجه زي كده. طب انت عالجتها ازاي؟ مش انا هكدب عليك. طب هم عالجوها؟ انا ما اقصدش عالجوها ازاي. عمه كان عنده مقابره، يعني عامل نفسه ان هو ابو الارض. مين بقى؟ عمه. لا انا مش ليش دعوه عشان دي حاجات بتطلع في 100. دي طبعا هنا ضعف حديد في الايه، في الاضافه هنا والحاجات دي عملت ايه في الاضافه هنا. ده ضعف حديد في الاضافه. اول نظره شفتها قلت له ايه، قلت له يا احمد الحاجات دي كلها. انت قلت له هنا ان ده ضعف في الاضافه، ضعف في الاضاءه على الكاميرا، في الاضافه على الكاميرا. المفروض عند الاكمام. هنا ضعف في الاضافه. ايه يا عم انا عايش معاك اهو، انا كان لي اخ، ما انا معاك اهو عايش اهو. قسما بالله الغلطه في قطر كان يفرج عليه امه لا اله الا الله. يعني هنا في تراكات حصلت جوه. هي في الحاجات دي. حصل ايه بقى؟ وتقريبا هنا في جنب الكاميرا على طول. حصل ايه؟ اللي هو الترخيم بتاع البلكونه. ترخيم بلكونه. ونفس البلكونه تحت. وهنا شروخ اضافي. مع السقف اللي تحت بقى كان في فتره في الحديد تعبان. هو الحديد كان في مصر تعبان. فترة في 2000 يعني كان في اللي هو الحديد الاستثماري ده وحاجه اللي هو الخرده بمعنى اصح. كان انتوا كنتوا عملتوا هنا خرده في السقف؟ لا حديد عز. حديد عز ولا استثماري ولا هو خرده؟ الفتره دي كان عايز، كان جاي خرده ضرب الحديد. هو جاب يعني. هو جاب خرده يعني عمل بيه السقف هنا؟ لا حديد جديد بس جميع اللسقف ضربت. جميع اللسقف ضربت بسبب ايه بقى؟ بالحديد في الوقت ده. ايوه بكمله بقى الحديد؟ بيحصل له نفخ كده ويبقى زي التراب. وهم فرقه خلصانه من بعض. عمه نفسه، عم احمد نفسه شال سقف بالكامل وعمه. يلا ربنا يسترها، هنشوف بقى. جامد بقى. جامد. انزل. الله اكبر. الله ينور عليك. انزل 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 جامد. لسه لسه. انزل 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 لما تجيب سقف الحديد. انزل انزل من فوق. انزل من فوق كمان. انزل انزل. انزل. صرف صرف. على مهلك على مهلك. اكسر اكسر. اكسر لغايه ما تجيب سيخ الحديد. اكسر. معلش اقول لك حاجه، اسمع مني. طب انت جايبني تسمعني ولا جاي تشوف؟ ممكن. طب ما تخليك معايا. طيب ما انت مش جايبني عشان تسمعني، انا لو هسمع امشي. دي جبس يا حبيبي. اكسر الحديد اهو. طب اكسر اكسر اكشفهولي. هات لنا بنت الحلال مسمار. مسمار قول له مسمار اجنا. انت بس دب جامد كده. الله اكبر عليك، انت يعني شباب اهو. انت تكون احسن ما نجيب حد غريب من بره. ايوه انت هتسيخ الحديد هنا بقى. اكسر دي بقى.
ايوه اهو اهو سيخ الحديد جوه اهو. انزل 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 عليه. مش ده سيخ الحديد اهو؟ طب لا 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 خلي بالك اغسل وشك. طب الاول وتعالى هات المفاتيح دي هات المفاتيح دي هات المفاتيح دي هات المفاتيح. ايوه عشان تعرف تمشي. اكسر الحته اللي فوق دي كمان في سيخ حديد طالع بره شايفه على الحرف خالص اهو. اي بزلطه برضو. طيب بينها بقى الله يرضى عليك. عايزين نشوفه بس عايزين. ما انا عارف انه شايف والله الاملاح والله شايف الاملاح والله. احنا عايزين نوري مش عايزين نشرح. السقف اللي تحت ده حديده نفس الحالة دي بسبب ايه؟ تعال اطلع اتفرج هنا كده عشان انت دي بقى ايه تعرف المعلومة دي. شايف الحتت اللي هي لونها محمر واصفر دي املاح. الاملاح دي اللي الناس طفله اللي الناس بتتريق على النت وتقول لك اصل دي املاح ومش دي املاح. طب احنا جبنا املاح من بيوتنا ورحنا وديناها عند الناس وبعد 3 4 سنين رحنا عيننا اللي موجود عند الناس بنقوله الطفله دي بقى كلت سيخ الحديد شرخت بقى عندك. ادي السقف ده دي كمره السقف اهيت. خش جوه هتقشر دي. طبعا الكلام ده بقى مش هيبقى النهارده. هتقشر لنا دي وتصورها وتبعتها لنا على الواتس. شايف الشروخ اللي ده هو يبان من بره. ما شايف شفته ما انا عرفته من هنا اهو. تعالى كده ده حديد ماشي. ده حديد تسليح مصدي هنا اللي موجود في المكان حديد تسليح. عايزين بقى نشوف الجراج. مفيش دخول من هنا؟ مش في باب تحت؟ هي دي شقه؟ لا والله هو في صدأ في الحديد ده هو اللي عامل عندكم كل الشروخ دي. مفيش هبوط في التربه. البيت الحمد لله ما فيهوش هبوط. كان ما فيش هبوط. لا في الجدران مفيش هبوط. كان بس احنا عيجنا كده. كان البلكونه كده ماشيه طول ما انت ماشي كده. مفيش هبوط. كانت طلعت ونزلت. مفيش هبوط. المال قال لي خلي البلكونه تطلع. مفيش هبوط. طب كان ايه السبب؟ نقولها على الربابه. مفيش هبوط. مفيش. خش على الفيديوهات عندي وانت تفهمي كل حاجه. زي جوزي كده ما دخل وعرفني وطلوه وجابني عشان ااكدها له لان هو اكيد اللي بيتابعني مش انتوا. فانتوا ما بتشوفوش ولا تعرفوا. الاخ ده برضه لو شاف كان هيجي حاطط بلاستر هنا. اما يخش عندي على القنوات بتاعتي ويشوف هيعرف هيفهم. اللي في البلكونه شوك بس مش شوك ناقصه شوك مصديه. الشوك بتاع السقف هنا عشان ده خرسانه طرفيه فما بتقشرش بقى وتسمع من تحت بتيجي مكفيه سنه كده. فده اللي حصل عندكم الكلام ده. يا باشمهندس بنغلط او مش انا مستني اللي انا بحط حديد اللي مقاولين هنا وحشين. المشكلة هنا مش في حديد. المشكلة هنا في الطفلة اللي موجودة في الزلط والرمل. يقول له طن حديد طن نص حديد. ده موضوع تاني. ده موضوع تاني. أنا قبل ما قبل الكلمة بتاعتك لما قلت شوك فوق أنا سكت. ليه؟ أتأكد لو لقيت الحديد رمادي كنت هقول لك الشوك بتاعتك ناقصة. لكن طالما الحديد أصفر بالصورة اللي إحنا شفناها دي يبقى الحديد مصدي. وكده كده وهو بيرمم البلكونة هيركب شوك. غير كده كمان السطح ده ما يتسابش من غير عزل عشان لما تشتي هنا في الشتاء الميه لما تشربها الخرسانه ما تدمرلوش شويه الحديد الموجودين في الدور الاخير. افتحوا بقى على الخرسانات دي حتت كده مدوره كده وشوفوا حاله الحديد عامله ازاي. بس دي كل القصه يا ريس اللي عندك. غير كده ما عندكش حاجه تاني.